بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما سمعنا النهارده في الانجيل رب المجد بيتكلم عن وصيه ما وصيه محبه الاعداء. وحاسس ان احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه دوت الكلام ده بقى صعب المنال، او لما نتكلم يقول لك يا عم اصل انت مش حاسين بالدنيا، الدنيا اتغيرت. المفتاح في القصه ديت النهارده ان احنا في المعموديه خلعنا الانسان العتيق ولبسنا الانسان الجديد. فكل ما بيكون الانسان الجديد حي فينا نقدر ننفذ الوصايا ديت بمنتهى السهولة. بولس الرسول كده يقول لنا في رسالة الرومية: فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. جدة الحياة يعني الحياة الجديدة. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا تعود تستعبد أيضا للخطية. فاللي حصل أن إنسان الخطية أو الإنسان اللي بيميل لشرور العالم اتدفن في المعمودية وخدنا الإنسان الجديد. ده الفرق بيننا كمسيحيين وبين أهل العالم، هو ده الفرق. لما بنتكلم عن الوصايا ديت سوري يعني يقولوا ده ايه، ده جنان. ازاي احب عدوي؟ ازاي اباركه؟ ازاي احسن اليه؟ ازاي اصلي لاجله؟ مش ممكن. وشفتوا كلكم ايام الثوره في مصر كانت الكلمه اللي بتتردد على لسانهم كلهم ايه؟ القصاص القصاص القصاص. عايزين ناخد حقنا، عايزين نموتهم زي ما موتونا، عايزين نعملهم. وزي ما قلت لكم في مره زمان، رغم ان الاقباط اتاذوا كتير جدا ايام حسني مبارك واتاذينا اكتر من باقيين، لكن احساسي كده ان المسيحيين يعني ساعات بيكونوا متعاطفين معاه رغم ان ايامي كان في حاجات كتير صعبه بالنسبه لنا، ونقول خلاص زي بعضه ربنا يسامحه، وبنقولها صدقوني من قلبنا. وحتى الناس اللي مش متدينه قوي عندهم الروح الحلوة ديت. أول ما نبتدي نفكر في الانتقام ومعاملة الناس بالمثل نعرف إن احنا خرجنا بره التراك بتاع الأبدية. نعرف إن إنساننا العتيق ابتدى ينشط تاني. نعرف إن الإنسان الجديد مش عارف ينطلق، مش عارف ينفذ الوصية، ونقول الوصية صعبة. يوحنا الحبيب في رسالته الأولى يقول لنا كده آية جميلة، يقول لك ووصايا ليست إيه؟ ثقيلة. هتبقى إمتى تقيلة؟ على الناس اللي الإنسان العتيق فيهم نشط. لما أجي نقول في صيام، ياه صيام؟ لا ده تعب، ده ما أعرفش إيه والكلام اللي بتسمعوه. ايه دوت؟ قال لك اصل الانسان العتيق نشط. اما الانسان اللي يبقى انسانه الجديد اللي جواه حي ونشط يبقى فرحان جدا ومستمتع جدا بالكنيسه وبالقداسات وبالتسابيح وبكل الحاجات اللي تبقى موجوده في الكنيسه يكون موجود فيها، لان انسانه الجديد بيتقوض او بيعيش على كلام الروح وكلام الحياه. أيها الأحباء اللي نحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. هجيب منين المحبة؟ هنجيبها من عند ربنا. كل ما نقرب من ربنا كل ما صورته تنطبع جوانا، كل ما نقرب من ربنا حبه يملأ قلبنا. ما أنا مش هعرف أدي محبة للناس إلا لما أبقى أنا شبعان بمحبة ربنا.
كل ما القلب يتملي بمحبة ربنا أعرف أوزع الحب ده على الناس، لكن كل ما ببعد عن ربنا مش ما ببادلش الناس كراهية، ده أنا بكون البادئ كمان. ممكن يكون واحد هو اللي بيبدأ بالأذى وبالشر والانتقام. ودانا نموذج جميل يورينا محبة ربنا، يقول لك إيه؟ وبهذا أظهرت محبة ربنا فينا، إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. لما ربنا عمال يقول لنا أنا بحبكم بحبكم، مش كلام نظري ولكنه كلام عملي. هو نفسه ورانا نوعية الحب دوت اللي هو بنسميه الحب البازل، حب بازل، ان هو يحب لدرجة انه يموت نفسه لأجل احبائه. ممكن في انواع تانية من الحب المغشوش اللي في العالم. ممكن واحد يقعد يحب في واحدة وبعد شوية تتحول هذه العواطف الى شهوات وبعد كده يفترقوا. لكن المحبة اللي ربنا حبها لنا يقول لنا كده محبة أبدية أحببتكم، محبة ما تطلبش أي حاجة مننا، كل اللي بالعكس ده هو اللي بيدينا أكتر وهو اللي بينعم علينا كل ما نقرب منه وناخد منه حب. يدينا حاجتين، يديني سلام ويدينا نعمة. هقول لكم على فكرة جميلة كده. هنفترض النهاردة حد ضايقني وبعدين قعدت أهري وأنكت في نفسي، مش عارف الهرت والنكت ده ممكن يوصل لغاية فين. ده ممكن يوصل إن واحد يروح يقتل واحد، مش بيحصل؟ طب ما تيجوا كده هو نعمل وصية ربنا، سامح واغفر واطلب له الأعذار وشوف السلام اللي هيخش فيك. بعد ما كان الواحد غضبان ومتضايق ومتنرفز، فجأة حس بسلام وهدوء ويعرف ينام. تعال انت كده خلي عندك غضب من حد يعني زعلك كده زعلة صغيرة، وقعد كده لقى نفسك مش عارف تنام. ده سامحوني حتى بقى ممنوع اخش الكنيسة، قول انا اخش الاقي في وشي يا ساتر يا رب مش داخل الكنيسة حتى. توصل لكده ساعات، لكن وانس ان احنا سامحنا وخلعنا الموضوع من قلبنا نبص نلاقي كده حاجتين، سلام وهدوء وايه ونعمة. تحس كده هوت ان انت متشال ومرفوع من على الارض. ليه؟ اصلك عملت عمل ملائكي، عملت عمل ملائكة. هو ده الليفل بتاع الملائكة اللي يعملوه، مش ليفل الناس الارضيين. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. كل ما نحب ربنا ونحفظ وصيته نتملي بالحب اللي نقدر نديه لكل الناس. عمرك ما هتدي حب نقي صافي للناس لو أنت مش شبعان بحب ربنا. هيبقى حب مؤقت، هيبقى حب كلام، أو هيبقى حب تمثيل. زي ما تكلم حد في التليفون وتقول له وحشتني وهو ولا وحشك ولا حاجة، تقول له مش عارف ايه، كلام كله معسول، وفي الاخر لك اهو كلام وخلاص. على فكرة احنا ما بنعرفش نميز الكلام دوت، لكن الاطفال بيفهموا ويميزوا اكتر مننا الكبار. شوف كده هوت الطفل يجي كده يقرب من اللي بيحبه ويلزق فيه، يحس ان ده بيحبه اكتر. طب اقول لكم بلاش كده يعني، معلش حاجه كده اصعب شويه. عارفين البوبي لما تبقى حد مربي كلب كده في البيت تلاقيه يروح كده ويأنس للي بيحبه اكتر، لكن يبقى كارهه وداخل عليه كده هو متضايق قرفان منه تلاقي الكلب يهوى ويهبشه. لكن حتى الحيوانات بتحس بالحب، تخيلوا بقى. فاوعى تفتكر ان انا لما اضحك على حد بكلام معسول، مع الوقت بتبتدي الواحد يتكشف قدام الناس. لكن اللي بنتكلم عنه المحبة القلبية الصافية،
المحبة الصافية الجميلة، المحبة اللي تبقى متاخدة من ربنا تخلي روح الله هو اللي يقودني مش روح العالم. شوفوا كده بولس في روميا يقول ايه، لان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. القيادة لمين؟ مين اللي قاعد على دركسيون القيادة بتاع حياتنا؟ روح الله القدوس ولا روح العالم؟ مين اللي بيقود؟ مين اللي قائد المسيرة؟ قاعد سايب نفسي للعالم زي ريشة في مهب الريح، اي حاجة كده تغير المود بتاع الواحد وتخليه يبقى نرفز. لكن ده في واحد كده هو زي داود يقول لك ان قام علي قتال فايه، ففي هذا انا مطمئن. الله، جايب منين الاطمئنان والسلام اللي انت فيه ده يا داود؟ لا، جايبه من اله السلام. طب بص يا داود، شاول عايز يموتك وحاول مرات كتيره جدا يموتك، والنهارده دخلت يا داود المغاره ولقيت شاول وجنوده ايه نايمين. فرصة، ايه رأيكم؟ مش فرصة ياخد حقه، يجيب رقبته ويبقى تاني يوم هو الملك، وهو كان ممسوح ملك اوريدي. قال لك لا، ازاي امد ايدي على مسيح الرب؟ لا، مش انا اللي اعمل كده. ويصحي الحراس ويعنفهم، يقول لهم مش تاخدوا بالكم من الملك بتاعكم؟ ايه ده؟ هو ده داود، هو ده الناس اللي بتشرب محبة من ربنا، اللي سايبين القيادة لربنا. يقول لنا كده هو أن تخلعه من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. تخلع كده الإنسان، زي ما يبقى كده إيه، بنيجي كلنا في العيد نلبس هدوم جديدة، مش كده؟ ولا بنعملش كده؟ شيل الهدوم القديمة ونلبس جديد. فهو دوت اللي ربنا عايزك، عايزك تعيش كل أيامك في عيد، في فرح، تلبس الإنسان الجديد دوت وتخلع كل يوم الإنسان العتيق. عارفين إزاي نخلع الإنسان العتيق كل يوم ونلبس الجديد؟ أحاسب نفسي، أبقى أونست مع نفسي. يا ترى النهاردة أنا زعلت فلان وزعلت حد ولا لأ؟ يا ترى أنا ماشي في الطريق المظبوط ولا مش ماشي مظبوط؟ أحاسب نفسي واروح أقعد كده مع أب اعترافي، أعري نفسي قدامه، أفضح نفسي، أفضح الخطية قدامه. أول ما الواحد يفضح الخطية تبص تلاقي إيه؟ تتشال ويبتدي يتحرر من الإنسان العتيق ويتحرر من الخطية ويلبس الإنسان الجديد. كونوا متمثلين بالله، رسالة أفسس. كونوا متمثلين بالله كأولاد أحبنا، وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. أسلكوا فيها، امشوا فيها. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ونعرف الله. كل يوم بنتولد ميلاد جديد بمحبتنا. مش عارف، ساعات كده بحس ان كلمة المحبة ديت بقت كلمة old fashion، خلاص ما بقالش لها وجود. وتقعدوا مع الناس يقولك يا فين زمان كنا وكنا وكنا، لكن دلوقتي خلاص. يلا نجدد الحب ونجدد العلاقة القوية بيننا وبين ربنا عشان نقدر نسامح ونحب. اصل شوفوا كده يوحنا يقول لنا كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية، لأن زرعه يثبت فيه. في زرعة اتزرعت جوانا يوم المعمودية، روح الله القدوس بقى جوانا، الإنسان الجديد اللي بيتجدد على صورة خالقه بقى موجود جوانا. في زرعة مقدسة، هرويها ونميها ولا سيبها تدبل وتموت؟ عايزين ننمي الإنسان الجديد اللي جوانا، عايز أرويه بكلام ربنا، عايز أرويه بوقفتي بالصلاة قدام ربنا، عايز أرويه
بالتناول الكثير وحضور الكنيسة. كل ما الواحد يحضر الكنيسة ويتناول، كل ما الواحد يقرأ كلام ربنا، كل ما الواحد يصلي كتير، تلاقي الإنسان الجديد يبقى إيه؟ يبقى نشط، وتلاقي كل أعمال الظلمة كلها إيه؟ تموت. شوفوا كده في مرة بولس الرسول يقول لبتوع أفسس اللي هما كانوا من أصل أمم، يقول لهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور. أنتوا بقيتوا دلوقتي نور، بقيتوا أولاد النور، ليه تسلكوا في سلوك الظلمة؟ ليه تمشوا في الطريق دوت؟ فمحتاجين إن إحنا ننشط هذا الإنسان اللي على صورة إلهنا. عايزين نشوف صورة رب المجد وهو واقف كده عند الجلجسة ويقول له اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا صنعوا. ياه إيه ده؟ استفانوس وهم بيرجموه في عز الرجم يطلب إن الله يسامحه. لما نسأل ونقول هو ليه استفانوس عمل كده، يقول لك أصل أثناء الرجم شاف السماء مفتوحة، فلما شاف السماء وشاف السماء كلها برب المجد والسمائيين، قال لك إيه الضرب وإيه الكلام اللي بيحصل دوت؟ كل ده ولا حاجة، لأن عينيه بقت مفتوحة على السماء. وأول ما عينينا تتفتح على السماء، ما نبصش لإزاءات الناس ولا تعبنا ولا تعبهم لينا، بل بالعكس يوم على يوم على يوم هنخلي زي ما الكتاب يقول لك كده هو، إن أرضت الإنسان طرق الرب يجعل حتى أعداؤه يسالمونه. حتى لو ليك أعداء يجوا يسلموك ويقولوا لك كده إحنا أسفين إن إحنا كنا بنضايقك في يوم الأيام. إلهنا الحبيب الصالح يدينا هذا السلام وهذا الحب النقي اللي يملأ قلبنا ويخلي إنساننا الجديد يبقى نشيط، وإنساننا العتيق اللي دفن في المعمودية لا ينشط مرة أخرى. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. تفضل نصلي. إلهنا الحبيب الصالح يسوع المسيح، من أعماق يا رب قلوبنا بنشكرك ونحمدك لأجل يا رب وصاياك الإلهية التي أعطيتها لينا، إذ ما أعطيتنا ذاتك يا ربي لأنك أنت الحب فالله محبة، وصارت المحبة يا ربي هو اسمك. واليوم يا ربي ترسم لنا يا ربي طريق السماء. طريق السماء هو طريق الحب، أن نحب كل الناس حتى المسيئين إلينا، حتى يا ربي الذين يضايقون أولادك ويضطهدونهم ويقتلونهم. أعطينا يا رب أن نجلس تحت قدميك كل يوم ونجلس تحت الصليب لنتعلم منك يا رب ونشبع من تعليمك المحيي ونشبع يا رب من حبك الغزير الذي لا تحد حدود، حتى يمتلئ القلب كله ويمتلئ الفكر كله ونصير يا رب بجملتنا مقدسين ليك، لنستطيع يا رب أن نحتمل كل الناس اللي حوالينا ونعطي حب يا رب لكل العالم، فيرى الناس أعمالنا الصالحة فيمجدوك أيها الآب السماوي. إلهنا الحبيب نقف أمامك الآن يا ربي، ونحن يا رب مكسوفين منك، مكسوفين يا رب من أجل عدم نقوة قلوبنا، مكسوفين منك يا ربي لأن مش عارفين ننفذ وصاياك المحية، ولكننا نطلب منك يا ربي أن تلهب قلوبنا بحبك، كيما يا رب نسير في هذا الطريق الملوكي طريق الحب، هذا الطريق الملائكي طريق الحب. شبعنا بيك يا ربي، خلينا يا ربي نمشي وراءك، خلينا يا ربي نرفع رايات الحب لكل من حولنا. بارك يا ربي في
ولادك الواقفين أمامك الآن. ساعدنا يا رب في تدبير حياتنا وتدبير بيوتنا. محتاجين يا ربي أن نشعر بأبوتك كل يوم، ونشعر بحبك الحاني لينا كل يوم. أيضا يا رب طلبة خاصة من أجل ولادك في مصر، ولادك يا رب المضطهدين والذين يضطهدونهم. أنت القادر يا رب أن تضع سلامك في قلوب الجميع، لأنك أنت ملك السلام وملك الحب. نطلب يا رب من أجل المتألمين في العالم كله وصغير النفوس، ارفعنا يا رب في اسمك القدوس وحافظ علينا. بالصلوات والشفاعات تصنعنا كل حين أمنا القديسة الطاهرة مريم، قديس العظيم أنبا بشوي، كل مصاف القديسين، استجبنا ارحمنا، اسمعنا مرب الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزنا الذين علينا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليه، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والكون والآن محبة